زين يعني انا اليوم حاولت يعني اتابع هذه المباراه في البدايه صعوبه يعني صعوبه استراليا تونس يعني شوف فوزه بالمناسبه يعني الفريق الفرق المنتخبين العربيين اليوم تعرضوا لهزيمه ما يخالف احنا شوف احنا كره استراليا نعرفها احنا العراقيين من قد ما نلعب ويا الفريق الاسترالي الفريق الاسترالي نبغاه ويانا كلات هم يخلصون يعني انا اقول هي وريثه الكره الانجليزيه القديمه نعم الكره الاستراليه احنا مرينا على طول الله يساعد على حسين الرحيمي وسلام وجاسم غلام أيه. من كنا نلعب وامامك عملاق مثل مارك فيدوكي هداف ليدز يونايتد نعم ويلعب بالدوري الانجليزي واحد عملاق شو تسوي له شو راح تمسك حتى كاهل الى حتى تيم كاهل بس مو ذاك يعني يمكن طول انا مره يعني من قد ما قول عليه كان لا ادور على طول انا وحمودي يمكن بس مو كلش طويل بس مو اهم مشكله بس متر 82 83 هذا يعني هذا الافرج مال لاعبي كره القدم بس مارك فيدوكا اطول منه اطول واقوى منه وهذا من جذور يوغوسلافيا جاي من تريد انت كمدرب تقول انا اليوم راح العب مع الفريق الاسترالي خلي ببالك انت الكرات راح ترفع من هذا الجانب ومن هذا الجانب على هذا الراس الجول يجي بهذا الشكل وحتى الهدف اللي يسجل اليوم اللي سجله دوك كرة سرقها براسه راحت بزاوية البعيدة وانت تقول كل هذا لكن تقول لي دول الإسرائيليين يخلونك تلعب أنا أقول لك يخلونك تلعب يعني إحنا من لعبنا يوم بال 2007 لا قدمنا مستوى راقي هم في فترة من الفترات بطيء أنا بطيء ما عنده مهارات عالية بكل يعني هذه تشكيلة الفريقين طبعا الحارس اليوم كان بطل المباراة وراح نرجع على الحالات اللي شفناها لأنه الفريق التونسي حقيقة حرجهم بالشوط الثاني رايان قد يكون هو رجل المباراة دوك المهاجم الأطول بين دوله مقري إلى جانبه ولعب الفريق بطريقة 4-4 طويل القامة لكن أداء يعني سريع ومهاري شوف أنت من تشوف لاعب مهاري أي منتخب استراليا يقول هذا استثناء شوف بالاسترالي يعني أكو لقطات هسه راح نمر مع الأخوة نعم بالكنترول محرر الكهم لا تلمح لهم يعني انت تتكلم على لاعب طويل القامه اللي هو لاعب 19 سوتر هذا يمكن دخل على لاعب تونسي كان ممكن ان يكسر رجله القوه البديه شوف احنا مرات من نريد نقارن بين فريقين نقول نعم. مهاريا منه الاقوى نعم بدنيا منه اقوى وتكتيكيا منه اقوى يمكن لا يمكن ان نقارن الاخوه التوانسه بالفريق من الناحيه البدنيه بالفريق الاسترالي يمكن القوه السرعه الطول كذا اقوى يعني مرات تحس اثنين يركضون على كره تحس هذا واحد سلو موشن واحد سريع لانه موجود هاي طبيعه البدن المهاره ولا يعني قد يكون هذا خلي اللعطات هذا الجبالي هذه اول فرصه ما نقدر نقول عليها فرصه هذه اول فرصه هنا محاوله خلينا نسميها محاوله هذه المحاوله هذا الهدف هذا الجول اتذكر لانه ارتطم في قدم المدافع اي وتغير اتجاه يعني بي 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 توفيق هذا الحظ مو هذا جت الكره بارحة سلام هاشم يتحدث عن الحظ هذا الحظ اي يعني هو سلوى رايد يرفعها على راس الزميل يمكن ما تجيب هالدقه صحيح يعني ارتطامها بقدم المدافع هي اللي غيرت اسفل هي اللي غيرت اتجاه الكره بحيث حتى المدافع ما كان ممكن ان يتخذون الوضع الصحيح لإنقاذ هذه الكرة. المهم هذه الكرة وهذا الجول هو اللي جاب 3 نقاط. يمكن مرت محاولات أخرى للفريق التونسي وللفريق الاسترالي. الاسترالي. بالشوط الأول. شوف هذه فرصة. هذه واحدة. لو نرجع عليها مرة ثانية. هذه الفرصة الثانية. يعني إجت للفريق التونسي فرصتين. كان يعني من خلال. هذا الشوط الأول. نعم. يعني الفرصة اللي قبلها اللي ضاعت وهذه الفرصة الثانية. هذه هنا هاي الفرصة الأولانية وهذه هنا هذه فرصة التعديل لكن ضاعت يعني مرات أنت يمكن أنت البحر قلت هذا المدافع الطويل اللي أنا تحدثت عنه هو راح تشوفه بعدين عد لقطة بالشوط الثاني كارثي لقطة كارثية راح نشوفها هسه أنا راح أتعلم تحليل منك من وراك أنا جيت من الضيف للتقديم هسه من وراك راح أروح للتحليل إن شاء الله بعد أخوك شو جاي اتفق هو مرات انا ما قايل لك يعني هنا سولفنا بالاستوديو بس الظاهر انت هم مسجله في مفكرتك بكل تاكيد احنا طويل وسريع شوف باع
عملاق هذا 19 يعني واحد من العمالقة. واحد من عمالقة المدافعين. خلي هذا الهدف وبعدين ننتقل للكلب الثاني. هذا الهدف وهدف رائع طبعا، هذا مع بتوفيق الهدف بكل تأكيد، لكن شوف طول اللاعب يعني واحد عملاق. طبعا بال 15 دقيقة الأخيرة ارتأى المدرب حتى يدافع، طلع هذا المهاجم يعني ما كمل المباراة. كان هناك لاعب له بديل. إذا رحنا للكلب الثاني بالشوط الثاني، أقول لك قول. أنا سألتك سؤال ويعني قلت أطلع منك بس مرات صح. تقول لي أنا ماكو الشوط الثاني جهزه مازن. مازن السريع فعلا سريع ما يتفاهم. شوف هذه لا زال الفريق التونسي ضاغط بالشوط الثاني. هذه أحداث الشوط الثاني. الشغل الذهني بطل من الفرق العربية. لا شفته يعني رأس الشرط ذهنه الكرة رجعت له. شوف الكرة رفعت هنا بها خطورة، مشاها الحكم. هنا الكرة الفرصة الأولى الأستراليين. وهنا هذه شوف شلون ايده ما ايده يعني عاف تيه اللعبة باش. هو يدور على ضربة جزاء. يدور على ضربة جزاء. الحكم أقرب. فظلت هذه الكرة من جانب يعني محاولة مستمرة مستمرة. وهنا ماكو شيء. وهنا أنا هم هاي الحالة هاي شوف واحد غاب يبحث عن ركلة جزاء ورجع لي ورا وموت الهجمة. صحيح. وواحد راح يبحث عن ركلة جزاء وما شفنا اللقطة يعني ما يمكن ضاعت عليه. لو ما يمكن لو محاولة هذه ثقافة كروية. بالمناسبة ذول اللاعبين محترفين في دوريات أوروبية. هو احنا للأسف يعني مرات أنت المحترف يفيدك ينفع. لو هي بالجينات هاي موجودة. طبعا بالجينات. خلينا نشوف هذه الحالة، هاي الهجمة. هاي الهجمة للفريق التونسي لأنه التونسي يعني بالشوط الثاني الفريق التونسي قدم مستوى يعني ما يستحق الخسارة. وصل أنا باعتقادي ما يستحق. أنت البارحة تتذكر أنا قلت هاي اللعبة لو للتعادل لو تونس. لو تونس وتونس كانوا أقرب. طبعا هذا شوف هم بس هي لا تونس ولا تعادل هسه هم ماسكين الكره، يتحكموا بالكره كثير. ليش قلت لك انا راين اليوم قد يكون هو بطل المباراه الحارس المرمى؟ راح نشوف عده فرص. طلعها الحارس الاسترالي ايضا الفريق الاسترالي قام يلعب على الهجمات المرتده. راح نشوف حالتين هجمتين مرتده للفريق الاسترالي يمكن راحوا واحده من عتن راحوا اثنين. ها شوف هذا هنا، شوف هذا رقم 19. خلينا نوقف هنا، وقف هنا بابا. هذه بالإعادة واحدة من يعني ممكن كان هو هذا المدافع الطويل. خلينا نشوف. انت شايف لك طويل سريع انت الا ما ندى. شوف واكو لقطة رباح القطع خلف. هذا ذكي حتى القطع راده خاف جزاء ما جزاء قبل الخط. بابا شوف الحالة هو هذا أخطأ المتقدم. هاي راح ارجع لها انا اسولف وياك. وين قطع؟ قبل الجزاء. صحيح. حتى خاف يصير ضربة جزاء. صحيح. اما اللقطه قلت لك ارجع لها هذا القشاش الما يطيح. شوف هاي الحاله القشاش الما يطيح البارحه سولفنا. خلينا نرجع لها. لا رجع لي الثاني اللي هو الدخول القوي لهذا اللاعب. هذه يعني هذه يعني ممكن انا اكسر رجلك بهذه الكره. لكن على الكره راح على الكره حقيقه راح على الكره. شلون عنده ولا بواعيد اهم هو. شوف توالت الهجمات لكن راين الحارس. شوف هذه وقف هنا. خلينا نوقف هنا. وقف هنا. وقف خليني اوقف. يحاول حسن نرجع لها. هذه وراها نوقف. شلون يسحب يديها هذا الذكي. هذه هنا الهجمه. هسه بالهجمه الثانيه اثنين ضد واحد راح يصيرون اثنين ضد اثنين. طبعا هذا اللاعب رقم 11 ما استغل الوضعيه، تصرف خاطئ. كان انانيه بها يعني ضاعت هجمه. يعني هجمه خلينا نقول عليها هدف محقق قد يكون انانيه. هذه هاي الاولى بدايه الكليب.